فكان فكره ارسال طياره او طائرات ما عدد لان عده طائرات عسكريه ارسلت امس محمله بقوافل طبيه من اطقم طبيه ذات تخصصات مهمه في هذه النوعيه من الاحداث آه وتوفير الدم يعني شوف رغم شهامه وجدعانة آه ابناء هي الناس بصراحه آه ضربوا مثل آه رائع وده طبيعي جدا آه. في الشعب المصري على فكره طبيعي على فكره آه. الشعب المصري ما من ازمه بتقع في اي مكان عشان نبقى كلامنا واضح في اي مكان الا بنجد المعدن المصري الاصيل والشهامه وجدعانة المصريه الخالصه وده كان ظاهر امبارح هناك برضو نفس الحاله في تدفق الاعداد كبيره جدا من المتطوعين لكن الحقيقه وده شيء كويس بقى في برضه في فكره اداره الازمه ان الحكومه ما انتظرتش انها تبقى تعتمد على فكره الشهامه ولا الجدعنه الشهامه والجدعنه مطلوبه جدا وشيء كويس جدا لكن فكره ان انا ما اعتمدش على ده في معالجه ازمه وبالتالي تم ارسال شحنات كبيره من الدماء برضه رغم ان كان فيه طبقا للتصريحات وزاره الصحه امبارح اللي انا تابعتها ان كان عندهم مخزون يكفي من الدم لكن ومع ذلك ارسلت شحنه اضافيه من الدماء بالاضافه الى شح... الى العديد بقى من الاطقم الطبيه المتخصصه. نعم. المسار الثالث بقى كمان ان النائب العام ينتقل بنفسه الى هناك م. وان المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئه النيابه الاداريه يامر برضه بفتح تحقيق اداري اللي جنب ده وده وده شيء مهم جدا ان سياده الرئيس كمان يامر بقى بتشكيل لجنه. متخصصه على مستوى م. عالي من الرقابه الاداريه من الكليه الفنيه العسكريه من الهيئه الهندسيه من اساتذه الطرق والنقل في كليات الهندسه اللجنه دي مهمتها ايه يا استاذ ودي انا بتصور ان دي هي الاهم في القصه كلها آه. ليه بقى الاهم في القصه دي كلها لان زي ما احنا بنقول ازاي نتلافى اي خلل مستقبلي مستقبل. اللجنه دي مهمتها كده هتروح رايحه تعمل ايه تشوف ايه سبب الحادثه دي السبب ده فني ولا بشري وفني برضو له عدة حاجات جدا أوه. هل هي مشكلة قضيب قطر ولا مشكلة إشارة ولا مشكلة كابينة قطر ولا عامل بشري اللي هو بيتعلق به بي هل هو سواء القطر ولا هو العامل الفني اللي هم بيبقوا الأطقم الموجودة على الإشارات والسيمفورات والحاجات الفنية الموجودة اللي بتحرك القطر بشكل آلي م. كل ده لازم اللجنة مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ عشان كده انا مع فكره عدم التسرع في اصدار احكام. ما ينفعش ان انا اقول ده مش عارف القطر سببه ايه والبتاع ايه لا م. لازم استنى هذه اللجنه اللي هي الدقيقه جدا اللي على مستوى رفيع تقول لي ايه السبب؟ م. لان هي السبب ده هي اللي هتقدر نعالج الخلل. اذا كانت المساله فنيه نعم. يبقى لازم ازاي نتلافى هذه العيوب الفنيه فيما بعد حتى لا تتكرر مثل هذه النوعيه من الحوادث اذا كانت المساله بشريه ده برضو ده موضوع تاني وبالتالي انا متصور ان قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنه من اهم القرارات اللي حصلت امبارح عشان فكره ازاي نتوقف على اسباب الحادثه وازاي نتلافى اي حوادث مشابهه خلال المرحله الجايه. طيب استاذنك يا استاذ نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل مشاهدينا بنعود مره تانية لاستكمال حديثنا ونتكلم برضو على تفاصيل اخرى متعلقه بحادث القطارين، وكمان نتكلم على الحثه بتاعه انهيار العقار ونتكلم على الملف الليبي، ان شاء الله رب كده الوقت يسعفنا ان احنا نتكلم في كل هذه الامور، ولكن بعد الفاصل.